يعني بنتها خلوها وحدها قعدت وحدها في مكان يعني فوالا ودخلت لها حشره البيت وخلاتها هذيك الصدمه تاع الحشره اللي دخلت لها هي وحدها احنا دائما الفوبيا يعني النوع من الخوف دوكا ربما الطفله هذه لو كان ما تعالجش تولي تخاف من الحشرات لان الحاله النفسيه تاعها اللي صارت انها ربطت الخوف تاع الترك احنا عندنا اول صدمه هي صدمه الفقدان وعليها الاطفال كي ندخلوهم الروضه ولا ندخلوهم المدرسه للمره الاولى يصيبوا في حاله نوبه من البكاء نوبه من صح لانه يخاف ينفصل على الام ديالو ويخاف باللي الناس اللي يحبهم راحوا خلاوه راحوا ما يعاودوش يولوا ليه هذا المعنى تاع الخوف هذا بلا معنى الصدمه تاع الفقدان انهم راحوا خلاوها زيد الخوف تاعها ربطته بحدث انه حاجه هدتها يعني بالنسبه للطفل الصغير خمس سنوات خوف موش قادر يتغلب عليه ولا موقف صادم موش قادر يسيطر طبعا. على الامور هذه لهذا احنا واش حنركزوا اول نقطه الشيء الاول حيكون على الخوف من الفقدان انك صرا لك هذا الموقف ماهوش حيزيد يصرا يفهموها الاسباب الطفل اكيد شيء حيفهمه كي تفهميه حيفهم باللي الواقعه اللي صارت انه رحنا وخليناك وحدك في هذا المكان ماهوش حيتعاود يتكرر باش نعاود نبني العلاقه الامنه مع الطفل لانه الطفل دائما واش يشوف باللي الاب والام والناس اللي دايرين به هم مصدر الامان هنا واش صرا للطفل وشي هزه نفسيه صدمه نفسيه انه في لحظه صاب روحه منفصل على مصدر الامان صح. ومصدر الراحه النفسيه بالنسبه له هنا نعاود نقولوا بلي الحدث اللي صرا ماهوش حيتكرر نفهموا ونفس الشيء حنا نعلموهم طريقه التنفس الاسترخائي عند الطفل يعني كيما نقول له شم الورده وطفي الشمعه يعني هذا التمرين بسيط جدا من اجل التخلص من التوتر يعني كيكون قاعد وحدك كيفاش التنفس الاسترخائي كيفاش تشم من الانف وعدد الدقائق نعلم له كيفاش يحسب ومن بعد يعاود يخرج بعد الشهيق يعاود يخرج الزفير وهذا اللي حيعاود يحسن الحاله النفسيه دياله.